طيب كل الاستثمارات اللي حدثت في 2015 بكل المبالغ الكبيرة خاصة في الشرق الأوسط راح نشوفها في هالفيديو. هذا بالضبط اللي حدث في مجال ريادة الأعمال. اللي حدث أن الجهات اللي يجب أن تقف بجانب ريادي الأعمال وقفت. من أول ما بدأ مصطلح ريادة الأعمال والجميع يختلف ويزيد ويعني يؤلف وبعضهم يبتكر في المفهوم نفسه في وضع الخطوط الأساسية لمفهوم ريادة الأعمال، كيف يبدأ الشخص مشروعه وكيف يتم صناعة الفرق والمشاكل القانونية وكل الأشياء. كانت معضلة كبيرة جدا ريادي الأعمال. الآن بدل أن يضيع وقته رائد الأعمال في بحث عن أحد يعطيه مبلغ بسيط أو يعطيه رعاية يقدر يكمل فيها مشروعه، وجد من يمسك من البداية بفكرته إلى أن يملك شركته الخاصة. وهذا انتقال كبير جدا لكل ما يحدث في مجال ريادة الأعمال. وأعتقد أن الآن في 2015 وداخلين على 2016 تقريبا أمام ترتيب جديد لكل ما يحدث في مجال ريادة الأعمال، وترتيب جدا مهم قد يصعب على بعض التفاصيل، يصعب بعض التفاصيل على الدخول، لكنه يثبتها أكثر للاستمرار.
قبل أن أقدم الجلسة القادمة أذكركم في واي فاي اس تي سي، هم معانا هم رعاة البلاتينيين اليوم، الباسورد اس تي سي، فالجميع قاعد يرفع جواله ويسجل، ممتاز. العام أو السنة الماضية كان محاور الجلسة اللي قدمه الآن أحد أفضل من قدم برزنتيشن في هذه السنة، ودائما مشكلة بالنسبة لي كمقدم لما يطلع واحد على ستيج ويكون رائع جدا يوهقني ببساطة. فرجل يملك أكثر من 25 سنة خبرة في مجال آي سي تي، رئيس تنفيذي ومؤسس الكثير من الشركات في مجال الحفاظ على البيئة، وأيضا مؤسس ومدير تنفيذي لرئيس تنفيذي لشركة AACC Consulting، وعضو في الكثير من المجالس في الجامعات أو في المنظمات الغير ربحية. خلوني أرحب بالشخص اللي جدا أقدره وأحترمه، الأستاذ عبد العزيز النغيثر. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير، صباح الاستثمار في الأفكار في العقول، صباح النقلة المستقبلية والمستدامة. طبعا مما لا شك فيه أن الريادة والابتكار طبعا تساهم بفاعلية في تطوير التنمية الاقتصادية الشاملة. طبعا تتمحور هذه الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الحراك الاقتصادي المستدام لهذه البلاد. احنا يجب ان ننتقل من فقط اعتماد على البترول الى اعتماد على امور ثانيه، وخاصه عندنا نرى ان المملكه العربيه السعوديه في 60% او اكثر او اقل قليلا تحت العمر 30 سنه. طبعا الدوله عملت ووفرت مناخات، وكذلك القطاع الخاص عمل ووفر مناخات كثيره جدا للرياده والاعمال والمنشات الصغيره والمتوسطه. طبعا موضوع النقاش اليوم يتمحور حول تقنيات الرياده في المملكه ودور هذه الموارد في مساعده رواد المبادره والابتكار والفرص المتاحه والعوائق امامهم. لكي نناقش هذه الامور عندنا مجموعه من الاخوه والاخوات اللي ما شاء الله عليهم فري بروفيشنال او محترفين في هذا المجال بيثرون النقاش بارائهم اليوم. كذلك في نهايه الجلسه بيكون هناك سماع لآرائكم ومقترحاتكم وأسئلتكم للأخوان الموجودين. طبعاً الوقت والله عاد متى قالوا وقف وقف، لكن الآن هم قالوا لنا 45 دقيقة، لكن الظاهر أنهم بيضغطونا شوي، لكن متى قالوا وقف بنوقف. طبعاً هو وكيل جامعة أم القرى للأعمال والإبداع المعرفي، ونائب رئيس وعضو في عدة مجالس مثل مجموعة عقال ووادي مكة للتقنية، ورئيس اللجنة الإشرافية على برنامج الوصول إلى السوق لتحويل الابتكارات والبراءات الاختراع إلى منتجات وشركات ناشئة، وغيره كثير. الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، لو سمحت تفضل. يا مرحبا. الرئيس التنفيذي، حياك الله، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكاتب سوفان الدحلال المحاماة ومجموعة تشكيل والمبادرة الوطنية السعودية للإبداع وكيان سبيس أند ستوديو، وعضو في عدة جمعيات ومؤسسات تعني برفعة المرأة، السيدة سوفان الدحلال لو سمحتي. أهلا وسهلا. قائد فريق الإبداع في شركة علم، عضو مؤسس في مجتمع آي تي دايجست، وعضو في عدة لجان أكاديمية، زاملته لما كان في معهد الإدارة، الأستاذ أسامة أحمد جان، تفضل لو سمحت. مستشار تطوير بيئة الأعمال في أرامكو السعودية، مركز ريادة الأعمال واعد، صاحب مبادرات رائدة كثيرة ومحاولات كثيرة في هذا المجال ومعرفة كبيرة سابقاً، الأستاذ جمال العقاد. الأسماء وضعت من غير ترتيب ترى، يعني أنا بس حطيناها كذا.
حياكم الله، تفضل الله يرضى عليك. والله لو قربت عندنا شوي يكون أفضل، بس عشان نسمعك يعني. خلوني بس أقول كيفية طريقة النقاش. بيتكلمون الأخوة والأخوات، كلهم بيأخذ له موضوع بيتكلم شوي فيه اللي هو جينيريك، بعدين إن شاء الله نفتح النقاش للأخوان اللي موجودين هنا والأخوات وللإنترنت كذلك. الاستفسار الأول دكتور كشك لو سمحت. تم إنشاء عدد من مراكز الريادة والإبداع في الجامعات ومراكز الأبحاث المختلفة كما تعرف، وفي القطاع الخاص أيضا، القطاع الخاص ما قصر ما شاء الله تبارك الله. هل ترى أن هذه المراكز تؤدي دورها كما خطط له، أم أنه ممكن أن نحسنها أفضل أو نحسن أكثر في هذه المراكز، وخاصة ما شاء الله اليوم كثرت هذه المراكز، ودنا تعطينا نبدا عن الموضوع أو معرفتك من جهتك إن شاء الله. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا عرب نت للاستدامة في تنظيم هذه المناسبة سنويا اللي بنلتقي فيها مع نخبة من الرواد والمبتكرين في المملكة وبنتعلم منهم كثير. بالنسبة لدور الجامعات هو يمكن أكبر من فقط مراكز الابتكار، هي منظومة دعم المبتكرين والمبدعين والرواد الواعدين في الجامعات. فالإجابة الأولى إنه الجامعات مقصرة، هناك طاقة كامنة في الجامعات لم يستثمر بها بعد كما ينبغي، ولا شك إنه هناك كثير من الإدارات والوحدات والجهات اللي نظمت داخل الجامعة لبناء بيئة ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعة، لكن الجامعات تحتاج إلى دعم أكبر وإلى برامج أوسع لتغطية هذا الجانب والاستفادة بمخرجات أكبر. يعني عشان أكون واضح أكثر بإحصائيات وأرقام، حذكر تجربتنا إحنا في جامعة أم القرى عشان عندي معلومات أكثر عنها، لكن ما هو تقصير من أدوار جامعات كثيرة تحركت ويمكن سبقتنا في هذا المجال. مع كل العيوب والتقصير اللي موجود عندنا، من 5 سنوات بدأنا في هذا التوجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال. كان عندنا 0 براءة اختراع قبل 5 سنوات، الآن عندنا أكثر من 1000 طلب تسجيل وأكثر من 130 مسجلة و23 issued. فهذا تبلد الانوفيشن كاباسيتي زي ما يقولوا، او تبني الكاباسيتي. اكيد طبعا مو كل هذه براءات الاختراع هتتحول الى منتجات وشركات ناشئه، لكن جزء منها، لكن انت بتبني ثقافه الابتكار والابداع وكذا. الموضوع الثاني في مجال الشركات الناشئه برضو كان عندنا 0، انشانا بعض البرامج. يعني معهد الابداع والاعمال طبعا اساس لنشر الثقافه، فله دور تعليمي في كورسات الان اقرت مجلس الجامعه لكل الكليات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، كورس قلنا لهم اختياري للرغبة، أقنعنا وقر مجلس الجامعة لكل الكليات في الانوفيشن انتربرنورشيب. الموضوع الثاني البحث العلمي والريسيرش في الاريا حقت ريادة الأعمال والابتكار. الموضوع الثالث إنشاء شركة وادي مكة، الذراع اللي بيساعدنا لنحويل هذه الابتكارات إلى شركات ومنشآت ناشئة. والحمد لله برضو من صفر احتفلنا قبل أسبوعين يمكن بأول 6 شركات الجامعة. الشركات هذه ما كانت يعني ديمو دي ونعرض إيش سوينا ومخرجات برامجنا مسرع الأعمال أو البرامج الأخرى، لكن احتفلنا بأول 8 شركات لها سجل تجاري وحققت مبيعات، وهذا معيار مهم بالنسبة لنا أنه انتقلت من رحم الأفكار والبحث العلمي إلى السوق. طبعا كانت تجربة للتغيير لكن مهمة جدا، فهي البيئة المحفزة والداعمة للمبتكر والمبدع. وكيف ممكن الجامعات بعض القصور اللي يكون موجود في المنظومة على مستوى المملكة ان اقدر اغطيه في الجامعة؟ مثلا التمويل، استقطعنا 20% من راس مال شركة وادي مكة مع انها مغامرة كبيرة جدا لصندوق دعم الشركات الناشئة، والان شركتين الحمد لله حصلت على التمويل. فبنحاول انه داخل الجامعة هي بيئة من الخدمات، في الاخر خدمة المبدعين والمبتكرين في الجامعات هي اللي حتبحث وتطلعهم على السطح وتدعمهم وينتقلوا من الجامعة
بأفكارهم إلى السوق. بارك الله فيك. وفي وادي مكة التقنية وفي الجامعة، هل ترى أنه في إمبريلا أو في مظلة كل الجامعات ومراكز الأبحاث هناك يعني تكون متواصلة ويكون هناك تنسيق بينها فيما يخدم الانتربرنور، يخدم الرواد ويخدم الأعمال الصغيرة والكبيرة، أم ترى أنها جزر متفرقة؟ والله هو المركزية في موضوع ماتت، يعني المركزية مع الإبداع وريادة الأعمال ما تنطبق. أنا أعتقد ترك المجال للجامعات لأنها تبدع في خلق البيئة المناسبة لدعم المبتكر والمبدع هذا مهم، لكن هناك أنظمة خارج إطار يمكن الجامعات والتعليم العالي مهم أنها تدعم. أقول لك يعني في مثال واحد بسيط، تخيل إحنا في المملكة الباحث، إحنا عندنا مشكلة مثلا في جامعة أم القرى عشان جامعة حكومية ممنوع يأسس شركة عشان موظف حكومي، فكيف أنا أقول له أدعمه؟ وفي العروف في العالم كله لو شفت الإحصائيات MIT وهارفارد وكذا بالعكس بيقيموا على تدريس قديش أنشأ كم من how many startups طلعت من رحم البحث العلمي هذا. فأكيد طبعا في أشياء بتتغير، وإحنا في تواصل مع وزارة التجارة وجهات، ممكن سمعتوا الآن التغييرات الجديدة في نظام وزارة التجارة ونظام الشركات عفوا، ويمكن الهيئة الجديدة لدعم المنشآت الصغيرة المتوسطة في حراك الحمد لله. وأنا أعتقد الفترة القادمة حنشهد تغييرات جذرية، لأنه الستريم هذا اللي بدأ من الجامعات كل ما دعم إحنا كده بنساهم مساهمة حقيقية في دعم التحول المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. يا الله إنهم كلهم إن شاء الله يتواصلون ويكون سهل وصول الرواد إلى هذه الخدمات وإلى هذه المراكز، هذا أهم نقطة هنا في الموضوع كله. بس عشان صاحب الكرسي الأخير اللي جريناه جلس أستاذ جمال، الموارد المالية أستاذ جمال، الموارد المالية مهمة جداً في الريادة وفي الابتكار وفي الأعمال الصغيرة والمتوسطة. طبعاً الدولة تدعم، الجهات الغير ربحية تدعم، كذلك البنوك، كذلك القطاع الخاص. السؤال الوصول إلى هذه الموارد، أول شيء هل هي كافية؟ ثانياً لما هو موجود من ريادة الأعمال في المملكة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يقارب حوالي 97% من المنشآت في المملكة العربية السعودية كلها صغيرة ومتوسطة، هل هي كافية؟ والثاني الوصول إليها، أنا عندي شركة صغيرة، أنا أبي أسوي حاجة، أنا توني مبتكر حاجة، أبغى أصل لها الموارد على أساس أني أسوي ماركت أو تسويق وأسوي هل هي كافية وكيفية الوصول إليها لو سمحت؟ طيب السلام عليكم. أول شيء لازم نعرف أنه ريادة الأعمال في المملكة لسه موضوع جديد، بنحاول أنه نمارسه ونتعلم من الممارسة، في الغالب بنتعلم من أخطائنا، فاللي حاصل شيء طبيعي جدا. إذا جينا نتكلم على موضوع access to fund أو الوصول للموارد المالية، الموارد المالية ما هي مشكلة، موجودة سواء على مستوى الدولة أو حتى على مستوى الشركات الخاصة اللي بتحاول تدعم ريادة الأعمال. بس نحن في عندنا مشكلة ثقافة عند الرياديين، ما زالوا الكثير من الرياديين يعتقدوا أنه عملية الوصول للموارد المالية عبارة عن ملف علاقي أخضر عبيل الورق قدم تستلم. الكلام هذا غير صحيح. العلاقة بين الممول أو المستثمر والريادي ترى تأخذ رحلة، هذه فلوس، سواء المستثمر الخاص هذا حيستثمر فلوسه، حيحط فلوسه في شيء ما يعرفه، لازم يأخذ وقته، لازم يتأكد. لما تيجي مثلاً على مستوى الصناديق اللي هي تبع الدولة، المسؤولين مستأمنين، فالموضوع ما هو لعب، الموضوع ما هو مسألة ملف علاقي عبي ورق قدم تستلم الفلوس، فهي مسألة ثقافة نبغى نحاول نغيرها. في دراسة نحن عملناها في مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال، إن شاء الله حننشرها بإذن الله تعالى. وجدنا فين المشكلة وكيف نقدر نغطيها. هي مشكلة كوميونيكيشن وعلاقة مع الممول. على سبيل المثال لو جينا نتكلم مثلا عن تجربتنا، في كثير مثلا يشتكوا مننا، أرامكو السعودية وضعت المبلغ ده للرياديين، يعني نحن ما احنا بنك،
نحن ما احنا لا هذا للريادين، بس كمان نبغى ريادي يكون جاد وصادق، فمن نساعده في عملية البزنس ديفلوبمنت في تأسيس مشروعه، وبعدين نمسك خطة العمل كاملة تروح لفريق متخصص ليتحقق من صحة المعلومات، مش مسألة إنه ناجح أو راسب، لا، عشان نرجع له مرة تانية ترى يا فلان انتبه السوق كذا. كثير من الرواد اللي يشتكوا إنه ما يبغى يمشي في الرحلة هذه، يبغى إنه خلاص عندي بيزنس بلان تفضل ناولني الدراهم، ما يمشي الكلام ده. فهي مسألة ثقافة، بس أنا أعتقد إنه كثير دحين من الرياديين الجدد المتعلمين أعتقد إنه بدأوا يعوا للنقطة هذه، وكثير منهم نجحوا. يعني حتى عندنا نحن فرانكوم في عندنا المسؤول رئيس قسم التمويل هنا الأستاذ بدر الزهراني يقدر يقول لنا أعتقد عدينا 250 مليون ريال تمويل لريادين ورياديات، فبدأ يتطور الموضوع. بس هي الموضوع يعني مسألة الوصول للموارد هي ثقافة، إذا قدرنا نفهم كيف نتعامل مع الممول أو مع المستثمر ونبني العلاقة حنصل. أما مسألة فلوس، الفلوس موجودة سواء على مستوى صناديق الدولة أو المستثمرين القطاع الخاص. هل ترى أنه نحتاج زيادة شجاعة من الممول وأيضا زيادة شجاعة من الرائد أنه كمان هو يدخل في مشاريع بقوة، وأيضا من الممول، شجاعة الممول أنه أنا أبغى رفعة البلد، فأنا جزء من هذا الكيان، أنا استفدت من المملكة العربية السعودية كثيرا بوجود هالثروة اللي أنا كونتها سواء كان بنك أو غيره أو غيره. هل تعتقد أن الشجاعة هذه يفترض أنه حتى أن بعض البيوكراسية أو بعض البيروقراطية في عملية التعامل المالي، صح أنا معاك 100% أنه لازم يكون هناك أسس وأطارات وما إلى ذلك تتبع على أساس تحصل على القرض، وأيضا مثل ما تفضلت الأويرس أو أن نعلم الناس كيف يصلون إلى هذه النقطة، لكن الشجاعة أيضا اللي ملاحظينه أنه كثيرا من الجهات تنقص شوي الشجاعة، فالقرض على ما قال عندنا فلوس والله ما نقدر نعطيه كثير. طيب إذا أنت ما أعطيته، إذا أنتم ما أخذتوا الشجاعة وبادرتوا وأعطيتوا أكثر وما إلى ذلك، ربما يكون عندنا هناك إشكال في عملية إن ندعم الجهات هذه. هل ترى الشجاعة جزء من العملية في الناس اللي تدعم بفلوس، أنه يفترض أنهم على ما قال ينزلون في السوق أكثر وأكثر؟ هو نحن لازم نفرق بين يعني مبتدئين في حاضنات ومسرعين، وبين أنه المشروع الريادي يتحول إلى مشروع عمل محترف. الشجاعة في اعتقادي ومن خلال تجربتنا ونحن بنسويها من خلال الحاضنات، من خلال السيد فاندز، هذه أقول لك نعم. لكن لما نجي على مشروع ريادي خلاص حيتحول إلى مشروع تجاري محترف، حينزل السوق، حتتعامل مع يعني حتتعامل مع فلوس حقيقية، أعتقد إنه البيروقراطية مطلوبة. طبعًا اللي حاصل دحين الحاجة الطيبة إنه كلنا بنتطور، خلي في بالك إنه رياديين، ممولين، جهات حكومية، كلنا بنتطور لأنه بنتعلم من أخطائنا. دحين كثير من الأنظمة بدأت تتصلح، مثلًا آخر حاجة دحين موضوع تأسيس هيئة المنشآت في وزارة التجارة والصناعة، فتقدر تشوف إنه في تطور إن شاء الله. بس خلي في بالك إنه نحن برضو مجتمع خواف ومجتمع نترعب من كلمة فشل. نحن عندنا الفشل، أنا يعني أنا كنت ريادي في يوم من الأيام وخسرت، أنا خسرت بيتي، يعني زوجتي تركتني، فعندنا مشكلة الرعب والرهاب من الفشل. زائدا كمان في فرق بين الجرأة والدخول في الحيط. فهنا يجي دور الحاضنات والمسرعات اللي تبدأ تأهل. فالشجاعة في اعتقادي أنا خليها في الحاضنات، في السيد فند. نحن عندنا سيد فند، ما هي مشكلة إنه نخسرها، هذه للريادة عشان يجرب، وممكن يرجع يقول تجربته في السوق طلعت فاشلة، ما في مشكلة، المهم إنه نضمن أمانة، نضمن سلامته هو، لأنه إذا نزل السوق كمحترف ترى حيتعامل مع أنظمة وقوانين ومحاكم ما فيها لعب.
فإن شاء الله إن شاء الله أنا أعتقد إنه في تطور في الثقافة هنا. بارك الله فيك. بس دف واعد يعطون الناس قروش زيادة هو ولا واعد على اسمه على ما شاء الله. السيدة سفانة، طبعا جزء مهم من تحويل الأفكار إلى مشاريع تمر من خلال التشريعات والنظم والعمليات الجرائية الخاصة بها. حدثينا عن الوضع الراهن في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والريادة، الإجراءات القانونية. كثير من الناس متخوفين، مثل ما هم البنوك أو غيرها أو اللي يدفعون المال متخوفين من الفشل، أو الرواد كذلك. الإجراءات المالية تخوف بعض المرات، يقول لك أنا الحين أبلش بكرة أروح يحذفوني بالسجن، أخذت منهم قرشين سووا لي فيها قصة. فممكن تكون هردل شوية أو ممكن تكون حاجة في الطريق. لو سمحتي تعطينا الوضع الراهن إذا بالإمكان، والمامول إذا كان هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن يعني دائما كقانونيين او كمحامين او قانون او باحثين قانونيين، نعرف المصطلح اولا سواء عشان نتفق على المبدا. فاذا هي رياده الاعمال اعتبرناها هي يعني البدء بمشروع او بخدمات جديده، انشائها او تطويرها، وذلك لخدمة الصالح العام أو لتقديم قيمة مضافة لفئة معينة. فمن هنا نعرف أنه اليوم ريادة الأعمال لا تختص بفئة معينة أنت بتحاول تنظمهم. أنت بتتكلم هنا اليوم عن أصحاب مصلحة متعددين، يبدأ من الشخص يعني اللي هو رائد الأعمال، ثم القطاع الخاص اللي هو الاستثمارات، الدولة من خلال مؤسساتها، ثم السوق، تنظيم السوق نفسه. فهناك يعني أصحاب مصلحة متعددين، وبالتالي الأنظمة أو تنظيم هذه العلاقة بينهم حتعتبر متعددة. هنا حنضطر ناخذ نظرة أكثر، يعني نظرة دقيقة أكثر أو مايكرو لكل صاحب مصلحة، أو يعني بطريقة تانية ممكن ننظر لها. لماذا نريد يعني وضع تشريع أو قوانين لهذه العلاقة؟ لأنه الآن اليوم في ظل الجلوبلايزيشن أو العولمة، أصبح اليوم السوق مفتوح، ويجب حتى يعني نواكب التجارة العالمية، يجب أن أنظمتنا توافق هذا السوق. ولكن اليوم الناس كلهم ينظروا إلى التشريع القانوني اللي يصدر من الدولة فقط. التشريع أو تنظيم العلاقات بين أصحاب المصلحة في منها شقين: العرف، أو زي زمان كانوا مشايخ الحرف أو أصحاب المهن لهم كبيرهم اللي بينظمهم عرفياً، أو المجتمع ينظمه، أو المهنة نفسها تقاليد المهنة بتنظمها. وهناك التقاليد الإجراءات القانونية التي تنظمها الدولة. فهذول الاثنين لا يمكن أن ننظر لواحد منهم من غير النظر للشق الثاني. وبالتالي هنا أنظر للعلاقة من ناحية الدولة أو من ناحية الإجراءات القانونية التي فيها الدولة. اليوم هناك المشكلة ليست في الأنظمة، وليست في النية في التشريع أو في تجديد الأنظمة. المشكلة في عدم وجود آلية تمكن الجهاز القطاع الحكومي من مواكبة العصر اليوم، لأنه الانوفيشن والتكنولوجي في تطور رهيب، في كل دقيقة بتطلع وظائف جديدة، خدمات جديدة. وبالتالي ما هي الآلية التي يمكن أن تواكب هذا الشيء؟ اليوم المشكلة عندنا في الآلية. وإذا نظرنا للآلية كمان بتفصيل أكثر، هل هناك الكفاءات التي يمكن لها استيعاب هذه القطاعات المتعددة وهذا التطور المتعدد حتى يمكن أن يصدروا هذه القوانين؟ هذا الشق.
نجي على الشق الثاني، أصدرنا القوانين، وجدنا الآلية على افتراض وجود الآلية هذه، وأصدرنا القوانين هذه، هناك في مشكلة الاندكشن أو التدريب الناس اللي حينفذوا القوانين، بتنحط القوانين. اليوم بيجوا كثير كتر خيرهم وزراء كثير بيحطوا كثير من الأنظمة التي يعني في مصلحة ريادة الأعمال، ولكن لما يجي تطبيقها عند الموظفين لا يستطيعوا استيعابها بشكل يصير في سهولة وليونة في تطبيق هذا النظام أو القانون، بيصير في تعثر في هذا التطبيق. نجي ننظر من ناحية أخرى لرائد الأعمال نفسه. كثير من رواد الأعمال، وهذا السبب الحقيقي اللي تحولت نوعا ما من يعني مهنتي كمحامية إلى ريادة الأعمال، إنه كثير من رواد الأعمال ليس لديهم خبرة أو فهم قانوني للأنظمة بشكل عام في العالم. يعني الليجل ليتريسي عند رواد الأعمال تعتبر جدا سطحية، وبالتالي بيتواجهوا عقبات كثير لأنه بيشتغل بشكل يومي. في السعودية بشكل يعني دقيق أو متخصص في مشكلة أنه عندنا الأنظمة تتغير في هذه الفترة اللي أسميها أنا transitional period، إحنا بين عصرين صراحة، بتصير بصفة مستمرة، وبالتالي أنت بتطبق قرار ويكون قرار تاني هذا، فهذا بيسبب لك تعثر. هذا من ناحية الدولة. نجي ننظر من ناحية الاستثمار. من ناحية الاستثمار كثير من المستثمرين متخوفين، لأن العقود اليوم لا تحمي. مثلا التشريعات الخاصة بالإفلاس تعتبر نوعا ما it's rigid. في الغرب نشوف الرائد الأعمال بيفلس مرة ومرتين وثلاثة حتى يعمل مشروع الكبير. نجي نلاحظ من الناحية الاجتماعية، لقد تغيرت المنظومة، القيم أصلاً الاجتماعية كلها تغيرت، وبالتالي تلاقي إنه كثير من ما في تسعيرة موحدة في السوق، ما في نوع من النقابات التي تحدد هذه الأسعار، بالذات في قطاع مثلاً الريادة الإبداعية في الخدمات ك creative entrepreneurship في قطاع الجرافيك ديزاين أو غيره، فهذه تسبب كمان تعثرات لأنه ما في فهم معين لهذا القطاع. بارك الله فيك. محامين هذول الواحد يلا بس يشوف كلماته مضبوط. الكوربريشن أو الشركات الكبيرة، أنا شركة توني ناشئة أو ريادة وبديت لي مشروع، ممكن تجي الشركة الكبيرة على أساس تأخذ مشروعي، هل أنا محمي؟ أم أنها بتجي على ما قالوا تأخذ حقوقي كلها مقابل مبلغ مالي؟ هل هناك قوانين تشرع كيف الشركات الكبيرة تشوف ريادة الأعمال وتستخدم منتجاتها؟ بعجالة لو سمحت. يعني حضرتك بتتكلم على الاستحواذ accusations. نعم. عادة في هذه الحالات اللي أنا بشوفه إنه دائما الشركات الصغيرة اليوم بتبدأ كمؤسسات فردية. لما الخيارات اللي تكون عندها لما يكون في شركة أو مستثمر بده يجي يستثمر فيها، عنده خيارين، يا إما يعملها شركة مساهمة مغلقة حتى يمكن أنه يشتروا أسهم، أو أنه يبيع الشركة كما هي أو المؤسسة كما هي. في هذه الحالات المشكلة ما هي في القوانين، لأنه في النهاية هو العقد شريعة المتعاقدين. المشكلة هنا في أنه رائد الأعمال يجب يكون عنده فهم، يعني فهم دقيق لطبيعة العلاقة اللي هو داخل فيها اليوم مع المستثمر، وإيش هي يعني بالضبط الحقوق التي يتنازل فيها في هذه العلاقة، لأنه هو بيتنازل من جزء من حقوقه في هذه العلاقة. في قوانين تحكم هذا الشيء، ولكن كمان اللي أنا بشوفه هي مو مسألة القوانين، هي مسألة هل اليوم القطاع الاستشارات القانونية مؤهل التأهيل الكافي بحيث أنه يكون هو الوسيط في هذه العلاقات؟ هل مبدأ الوساطات التجارية فعل؟ هل مبدأ التحكيم التجاري فعل؟ هذه كلها أشياء لا زالت في مجال البداية. أحسنتي، نحتاج إلى تمكين هذه الجهات. أخي الأستاذ سامة، طبعاً أنتم ما شاء الله عليكم لكم باع في إنشاء الحاضنات والمسرعات،
هذا الجزء مهم جدا أو جزء من الحلقة المتكاملة للرواد والمبتكرين. هل ترى هذا الجزء يواكب هذا التقدم اللي قاعد نشوفه من الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية من إنشاء مشاريع وما إلى ذلك، بأخذ بيدينهم، مساعدتهم، ما إلى ذلك في هذه المسرعات وهذه الحاضنات؟ وهل ترى العدد كافي أم نحتاج أكثر؟ تعطينا وجهة نظرك، الله يرضى عليك. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، يعطيكم العافية وشاء الحضور الجميل ما شاء الله. بالنسبة لحاضنات العمل، يعني ما شاء الله كل ما عددها في ازدياد ومنتشرة في تقريبا أغلب مدن المملكة، وهذه حاجة صراحة جميلة جدا. قد نحتاج نركز على موضوع بناء المينتورز، يعني يمكن زي ما قال الدكتور جمال إنه يجوك رواد الأعمال متحمسين ويبغوا فند وكذا، بس يمكن تنقصهم الصورة الكاملة. فنحتاج مينتورز ومرشدين موجهين لهذول الشباب والشابات يفهمهم إيش يعني ريادة أعمال. أوكي، في إيجابيات وفي مخاطر. They have to take risks. طيب إيش معناته take risk؟ إيش معناته لما تفشل؟ هل من أول خطوة خاص توقف؟ أول مشكلة تواجهك صعوبة أو مشكلة تواجهك خلاص هنا انتهى موضوعك؟ لا. فنحتاج وجود صراحة وجود مرشدين وموجهين، حاجة مهمة جدا في نبنيهم. هذا فيما يخص الحاضنات. الحاجة الثانية والمهمة بصراحة اللي أشوفها موضوع الأكسلريتور والمسرعات. يعني ما شاء الله المسرعات اللي حاليا موجودة بتأدي جهد جبار يشكرون عليه، لكن عددها قليل، عددها جدا قليل. وهنا صراحة اللي ياريت لو يكون في عندنا مسرعات أكثر وأكثر، ياريت نشوف مسرعات أكثر وأكثر، لأنه تغلب عليها بالفعل طابع الجدية والضغط، أنه يعطوهم مثلا فترة محددة وفي الفند وفي الإشراف المباشر. فالأوتبوت من الأكسلراتوز يعني فيها فائدة أكبر من يمكن الحاضنات العادية. في حاجة ثالثة صراحة شريحة مهمة جدا من رواد ورادات الأعمال نجدهم اللي هم في سوق العمل، الموظفين والموظفات بالذات اللي هم لهم سنة أو سنتين. اغلب يمكن الكلاينتس للحاضنات والاكسلريتورز هم موظفين، يكونوا موظفين في شركاتهم ويضطروا يروحوا للحاضنات والمسرعات ويستقيلوا من اعمالهم لانه ما عندنا كوربريت انكيوبيتورز. واتوقع هنا هذه الخطوه اللي هي اتمنى من اغلب الشركات في القطاع الخاص والقطاع العام انهم يتخذوا الخطوه هذه، انهم ابنوا كوربريت انكيوبيتورز وذين ذير كومبانيز. وبالتالي هذه ولها عده فوائد، طبعا يمكن ما اقدر اذكرها صراحه لا حصر لها، لكن اتليست انه الموظف إذا كان عنده الرهبة أو الخوف إنه والله يترك عمله ويخش يخوض مجال الانتربرنورشيب واللي فيها الريسك عالي، لا أنا ممكن أعطيه ستيب 1 إنه يجرب معنا في الكوربريت نفسه، وإذا نجحت يو كان جو أوتسايد، إذا لا أنت أوريدي موجودة وظيفتك وسيتلد وآز إذا ما عندك أي مشكلة، وبالعكس إكسبيرينس يو كان جو فور أنذر إكسبيرمنت أو تجربة جديدة ثانية تستفيد من الأخطاء اللي وقعت فيها. هذه بصراحة وجهة نظري. الله يرضى عليك. تعتقد الكوادر الموجودة والاتصالات ما بين الحاضنات والمسرعات مع العالم، لأنه بصراحة النجاح اللي نشوفه في العالم في الحاضنات والمسرعات لما يكون هناك اتصال بينهم بين الأكاديميين بكثافة، يكون هناك اتصال بينهم بين رواد الأعمال في العالم، بين الجهات الخدمية في العالم، هل تعتقد أن هذه موجودة في الحاضنات والمسرعات؟ وهل تعتقد أيضا أنه الكفاءات اللي موجودة في الحاضنات أنها تؤدي المطلوب منها، أم نحتاج أن نرفع الكفاءات أكثر شوي وندفع فلوس زيادة لأن بننتج إحنا جيل أو بنساعد جيل أنه يقوم اقتصاد المملكة العربية السعودية لآليات أو سنين مستديمة أو قادمة كثيرة؟ حلو. الحاجة اللي تميز صراحة الكفاءات اللي قائمة على الحاضنات والمسرعات ما شاء الله كلها كفاءات ممتازة، وبالعكس يعني قلبهم على شباب وشابات ريادين ريادات الأعمال، وهذا حاجة يشكرون عليها جدا. لكن زي ما قلنا يمكن عددهم قليل، يعني حتى أحيانا نلاحظ مثلا أكثر من مرشد أو أكثر من شخص مشرف نلاقيه متشارك في أكثر من مثلا حاضنة أو أكثر من مسرعة، وهذا دليل أنه لا عندنا شح في المرشدين أو الموجهين، وهذا يمكن نحتاج نركز عليه أكثر. يعني ما شاء الله الرواد وريادات الأعمال دحين سارة هي الترند، فبس اللي نحتاج نركز عليه بناء الموجهين والمرشدين لرواد ورادة الأعمال. نعم، أحسن، تفضل. بالنسبة لموضوع الإنكبيتر والإكسلريترز، في عندنا مشكلة طبعاً زي ما قال الأخ أسامة، في تطور هذا لا جدال في ذلك. واحدة من أهم المسرعات موجودة عندنا مكة إكسلريتر، حقيقة عمله شغل غير طبيعي. بس في عندنا دحين مشكلة، العالم بيتسارع. اعتقد انه يعني موضه انكيوبيتر واكسلريتر صارت موضه قديمه. اعتقد ان احنا محتاجين اللي يسموه الكووركينج سبيس، زي ما قال اسامه انه في عندنا مشكله في المنتورز. اعتقد الان وصلنا، يعني
وصلنا المرحلة صار في عندنا وعي عند كثير من الرياديين إنهم هم ممكن يكونوا مرشدين لبعض. فالإنكوبيتر اللي ما زالت فكرته إما إنه مكان يتأجر أو إنه تقريبا شبه مدرسة، ناس تجي تحضر ونجيب منتور عشان يعطيهم محاضرة، وهو أصلا عمره في حياته ما عمل بيزنس. أعتقد إنه محتاجين إنه نعيد النظر في النقطة هذه بحيث إنه نتحول إلى ما يسمى الكووركينج سبيس، بحيث إنه نفس الانتربرونورز هم نفسهم يرشدوا بعض. أحسنت، شكرا. طبعا رواد الأعمال أو الناس اللي عندها أفكار عفوا هذول أهل أفكار، هيعرفون البزنس ولا عارفون كل يسوون البزنس. يا ليت إذا لو إنه في مظلة تقام مثلاً في المملكة العربية السعودية، المظلة تكون فيرتشوال بحيث إنك تدخل في واحد مثلاً موجود فيها كل الوزارات المختصة، موجود فيها كل القوانين، فما علي أنا أقدر وأنا جالس بمحلي أقدر أكون شركة وأحصل الدعم المالي وما إلى ذلك. أعتقد ينقصنا من النقاش اللي إحنا سمعناه، ينقصنا كثيراً في عملية إن نعلم الناس وين تروح وكيف تجيها بسهولة، وكيف الخوف هذا أو التخوف من الوصول إلى هذه المواقع أو من الوصول والحصول على هالخدمات، كيف أننا نستطيع أن نقفز فوق هذا، لأنه هذا أعتقد هو الجسر الرئيسي للناس هذول. الناس هذول مفكرين، الناس هذول عندهم أفكار طيبة، ولكن كثيرا من الخدمات جزر مختلفة. أعتقد مما سمعناها اليوم أنه إن شاء الله هناك توجهات، ونرى مثل هذا المؤتمر وغيره نرى أنها إن شاء الله تصب في هذا الموضوع. سؤال أخير أنا بطرحه لو سمحتوا لي قبل ما أطرح النقاش للأخوان اللي موجودين أو على النت، اللي هو اللي يبي يجاوب هالسؤال، اللي هو طبعا تقدمت دول كثيرة جدا من خلال التقنية، من خلال استخدام التقنية، من خلال الأفكار في التقنية. طبعا الأفكار في كل شيء، ولكن في التقنية احنا أغلب اللي موجودين في المملكة 60% تحت 30 سنة، أغلبهم يستخدم تقنيات متقدمة جدا. اليوم كل واحد معنا ما عاد أنا يعني من غير تليفوني من غير الكمبيوتر حقي لا أستطيع أنني أعمل مثل ما كنت أعمل، الآن أطلع على العالم. فهذا طريق سريع للثراء وطريق سريع لإيجاد استدامة في المملكة العربية السعودية. هل ترون أنه التقنية وتفاعلها وتفاعل الشركات الكبيرة مع التقنية ومع الرواد اللي موجودين يعملون تقنية، اليوم عندنا شباب وشابات ما شاء الله عندهم مواقع رهيبة جدا، كونوا ثروات من المعلومات تحتاج شركات كبيرة تأتي وتأخذ بيدينهم وتساعد، هل تشوفون هذا التعاون موجود والتواجد؟ هل يأخذون حقوقهم وما إلى ذلك؟ سؤال أبن على ما قال، هذا سؤال صعب إجابته. أعتقد إذا تسمح لي، أعتقد أنه الدنيا بتتغير الآن، كثير من القيادات في الشركات قيادات شابة، الديناصورات خلاص. فأعتقد أنه الشركات الكبرى يعني ستنظر للأمور هذه بجدية أكثر، لأنه القيادات اليوم أصبحت قيادات شابة، فأعتقد أنه حتتغير، بس أنها حتاخذ وقت شوية، لأنه خلي في بالك أنه موضوع ريادة الأعمال لسه موضوع جديد. هذا واحد. رقم اثنين، لما نيجي نتكلم على الشركات الكبرى عندنا، طبيعة عملها ما تستحمل أنه واحد يخش يجرب، يعني يبغوا حاجات سوليد. يمكن على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة نعم، الشركات الكبيرة أعتقد أنه لسه قدامها وقت، لأنه طبيعة عملها ما تستحمل غلطة. قبل ما يغلق الدكتور، هذا يجرني على أن يقول ليش أفكار أولادنا وبناتنا تشترى من الشركات العالمية بسهولة وبسرعة؟ أنا شاركت في ريادة في أمريكا وفي أوروبا لمشاريع سعودية واشتريت على طول وإحنا هناك، بالرغم أن شركاتنا العظيمة الجبارة بهالأموال قاعدة تتفرج. لماذا؟ بس السؤال الأول، يعني اتفضل. الثورة الرقمية هي خلقت منصات أعتقد للتواصل بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
مع الشركات الكبرى، بينما ما كانت هذه الأمور متاحة، وكمان خلقت فرصة للتواصل ويمكن تخطي بعض التحديات في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية. فهذه بالعكس أنا أشوف أنه أتاحت لكثيرين من المبدعين والمبدعات أنه هو بيخلق على البلاتفورم هذه للإبداع والابتكار باللي حصل في ثورة التقنية والرقمية تحديدا. هذا موضوع. موضوع الأول طبعا هو واضح أنه فيه محددات كثيرة، يعني منها أنه إحنا ما تعودنا موضوع ثقافة رأس المال الجريء أو المخاطر أو المغامر أو المستثمر الملائكي، ترجمات حقت الانجل انفستورز وكذا وكذا، موضوع جديد علينا. إحنا اعتمدنا معروف يعني في المملكة على البترول والعقار والهذا، فأنا ليش أغامر؟ أنا أستثمر في تراب، في تراب أشتري أرض أحطها كده وما شاء الله بربح منها، فأنا ليش أروح أرمي فلوسي في استثمارات؟ لكن أنا أعتقد حاليا من تجارب بسيطة بتواصل مع بعض المستثمرين المهتمين بدعم المبتكرين اللي حصل، أنا أعتقد أنه في تحول بس هو بطيء يعني، لكن بادئ الآن، خصوصا يمكن اللي صحانا شوية وصح بعض المستثمرين نزول أسعار النفط، أنه خليني أفكر أني أنا أستثمر في مسارات أخرى ومنها الاستثمار في التقنية وفي المعرفة وكذا وكذا. فأنا فوجئت مثلا قبل أسبوعين كنت بعرض 8 شركات لجامعة أحد المستثمرين عندنا في مكة، فطلبت يعني يدعمنا بنص مليون مليون استثمار يعني. هو جئت قال لي أنا ما أبغى أستثمر في شركة في الشركة بس، قال لي لا أنا أبغى أسس مصنع يصنع هذه التقنية وأنا أشارك فيه شريك. فأنا أعتقد في التوجه بدأ في اهتمام، لكن هو صح يعني حياخد وقت لأنه هذا تغيير في الفكر والثقافة لدى المستثمرين. والنقطة الثانية المهمة صراحة الديل فلو اللي بيطلع من الحاضنات والمسرعات والجهود اللي في الشركات والقطاع الخاص والقطاع الحكومي والجامعات ليس بالقدر الكافي والمؤهل اللي يفتح شهية المستثمر. فهي من ناحيتين يعني من الناحيتين، سواء المستثمر نفسه قديش يبغى يغامر ويخاطر، وفي نفس الوقت قديش الشركات الناشئة. يعني السؤال الأول اللي أعلق عليه الدكتور جمال مرة مهم، كثير من الشباب بيجونا في الجامعة ولا قبل مرة الجامعة، أنا عندي فكرة، طب الفكرة دي واضحة الموديل حقها، البزنس موديل، ريفينيو ستريمز، البريك إيفن، بحضر شوية الأشياء اللي لما المستثمر يسألك عنها تعرف تجاوبه. فهذه تحتاج بعض المنتورينج والكوتشينج إن هم يكونوا مؤهل تكومينيكيت مع المستثمرين. صحيح، الله يرضى عليك. طبعا شكرا جزيلا للبانلز. على فكرة السيدات مشاريعهم أنا أعتقد أكثر من مشاريع الرجال، بس الرجال مشاريعهم ظاهرة. سيدات من البيوت، أنا عندي 4 بنات، 3 منهم عندهم مشاريع ويشتغلون لهم عدة سنوات، فأعتقد في عندنا شوية سباق لصالح البلد وهذا شيء طيب جدا. الآن بفتح الأسئلة للأخوة اللي موجودين، هم قالوا لي 5 دقائق بس خلونا نخمهم ونأخذ 10 دقائق فالأسئلة. مايكروفون لو سمحت. تفضل خلني بعدين. السلام عليكم. لو سمحت. هيثم هاشم، صحيفة سعودي شبر آي سي تي. أنا أتصور عرضتوا أشياء ممتازة، وشكرا عرب نت أنه تقدم هالرواد الأعمال، بس أتصور أنه في ينقصها موضوع التسويق، يعني الماركتينج. أنا ما شفت أحد يتكلم عن الماركتينج في الغرب. الماركتينج أساس في يعني 90% من الكابيتال بيكون ماركتينج والباقي بيكون الفكرة، بس نحن عندنا هنا المشكلة في الماركتينج. أنا هذا تصور، لأنه في منتج أنا شفته من جهة من الجهات نزل على السوق في السعودية وللأسف لم يكن له تسويق ممتاز، سرقته شركة ثانية صينية ونزلت نفس المنتج على السوق السعودي لأنها سوت ماركتينج جيد، مبيعاتها 10 أضعاف المنتج اللي انسرق منه. أنا ما بدي أذكر الاسم، بس الاسم معروف لجهة، خليني أعطي هنت عليه، هو القهوة العربية، وكانت الشابة يعني سوت المنتج هذا، وللأسف شركة صينية أو الجهة الأخرى أخذت الفكرة وسوت ماركتينج جيد ونجحت، بينما اللي سوت الفكرة الرئيسية للأسف ما
يعني حتى المنتج يمكن هلا بطل موجود بالسوق. هل هذا سؤال ام ان كومنت؟ كومنت على انه ما في ماركتنج. نعم. تفضل دكتور. انا احب اعلق طبعا اللي ذكرته سليم 100%، خصوصا احنا بنعاني منه في الجامعات. الجامعات بوجود الاكاديميين هم افشل الناس في التسويق لابحاثهم وابتكاراتهم، وحتى لسه طلاب الجامعات لان افكار لسه بادئه. لكن اعتقد احد الحلول هو التحالف وبناء طاقة، بناء نعمل احنا كاباسيتي بيلدينج الامكانيات في الشركات أودية التقنية انها تساهم في التسويق لهذه الشركات الناشئة من رحم الجامعة. شكرا. السؤال هنا لو سمحت. واعتقد انه في مواضيع كثيره من الماركت وغير ذلك احنا ما تكلمنا عليها، احنا اخذنا الفكره الرئيسيه من فوق، لكن مثل ما تفضلت صحيح. تفضل. يعطيكم العافيه. عمرو عباس، بورتر كلاود كونسلتنج. هو نقطتين بصراحه. النقطه الاولى موجهه للاستاذه سفانة والاستاذ جمال، لانه انتم تطرقتوا على موضوعين اساسيين جدا، القانون والمال. اليوم النجاح اللي وصل السوق الامريكي في الاي كوميرس والستارت ابس ما كان، يعني ما حصل فجاه، حصل عدى بمراحل كثيره. واليوم نحن في احدى المراحل هذه، صار في الوعي، صار في التقبل. ولكن ليش وشو بيمنع نحن ناخذ ما حسميها كوبي بيست، بس كوبي بيست وادابتيشن للسيستم اللي بيعملوه، الليجل سيستم، للفاينانشال سيستم، التمويل، الحصص، الانتلكشوال بروبرتي اللي طبقت بنجاح باسواق مثل امريكا وكندا ولندن ونطبقها بالمملكه. فهذا الشيء اعتقد اساسي جدا. المداخله الثانيه بصراحه اللي هي الكرسي الخامس الفاضي اللي هنيك، انا اعتقد لازم يكون للميديا. لانه اليوم اذا بتفتحوا اي ايشو تبع الفاينانشال تايمز ولا النيويورك تايمز ولا اي جريده او مجله ايكونومست عالميه تتطرق لمواضيع اهم جدا ممكن احنا ما نكون عارفينها، منلاقي الستارت ابس والاي كوميرس لها مثل ما بيقولوا حصه الاسد من البزنس كوميونتي. فاعتقد يعني هذا مثل طلب للميديا انه يوجهوا اكثر. اليوم سمعنا ارقام مهوله جدا في البرزنتيشن اللي شفناها، 170 مليون، 15 مليون، 14 مليون، حتى المجله فيها ارقام جدا حلوه، ولكن ما هي معروفه، وهذه يعني مبالغ لازم تذكر في الميديا. فانتاستيك. طبعا الكلام اللي انت قلته صحيح، ولكن انا هاخذك خطوه كمان لورا. احنا بنتكلم اليوم حتى لما نحكي على التنظيم القانوني او البيئه القانونيه او the ecosystem اللي موجود في دول اجنبيه وخاصه في امريكا، حتلاقي انه الايكو سيستم نوعا ما الفلو فيه كامل، ما في جابس، ما في ثغرات في هذه البيئه او المنظومه. اليوم احنا في قطاع رياده الاعمال في كثير من الثغرات قانونيه وغير قانونيه. حتبدا بالفرد نفسه. الفرد نفسه عندنا they lack innovation, they lack creativity. وبالتالي a lot of يعني ما بدي اقول جميع، بس الله كثير من المشاريع اللي بتبدا هي مشاريع معربه، زي البرامج التلفزيون المعربة. We find the idea here، نرجع نسميها هنا باسم تاني من نفس، كلها بتصير نفس الشيء. اليوم احنا لازم نشتغل على تطوير الفرد اللي ممكن يبتكر من ولا شيء، عنده قدرة على analytical thinking، التحليل، عنده قدرة على الابتكار. إذا خلقت هذا الفرد حتخلق entrepreneur، حتخلق investor يقدر يشوف الopportunity من بعد كبير، حتخلق محامي أو حتخلق مشرع قادر على أنه يكون عنده الآلية هذه في تطوير وتطويع القوانين والأنظمة وفي نفس الوقت العقود. فأنت حتبدأ بالفرد بالنهاية، هي في النهاية it all ripples to للفرد اللي هو من الeducation. حنجي نلاقي طب ايش الحل اليوم؟ اليوم انا اعتقد انه انا اسمي نفسنا في مرحله برزخ ما بين مرحله بتموت ومرحله بتبدا.
هذه المرحلة محورية لأنه من خلالها بتحط الفاونديشن الأساسي لكل ليفل، للليفل حق الإدوكيشن، للليفل حق الإنكيوبيترز أو المشاريع المساندة أو البيئة المساندة. اللي بيظلمنا اليوم في مرحلة البرزخ هما المتسلقين، أو هما اللي بدهم يركبوا الموجة حقت ريادة الأعمال لمجرد ثقافة أسميها ثقافة السيلفي أو السوشيال ميديا سيلبريتيز. They just want to be in the social media، أنه هما سيلبريتي، عندي 600 فولور 900 فولورز. هذول الناس ما بيخدموا ريادة الأعمال. اليوم هما في ريادة الأعمال كأنها واحة أويسز، بكرة حيسيبوا ريادة الأعمال للشيء الثاني، وحتفضل ريادة الأعمال أطلال خاوية، مع أنه هي محورية لخلق وظائف، ل women empowerment، أنه بتعطيهم financial independence. يعني سوري أنا بدأت فجأة طلعت المصطلحات إنجليزية، لكن زي ما بقول نبدأ بالفرد. إحنا في مرحلة الآن محورية، كل صحيح بنشتغل في كثير من الجهات بتحاول بتعمل على شيء معين، ما في نوع من التوائم أو ما في نوع من المظلة بيننا بحيث تربط هذه القطاعات، ولكن أعتقد أنها هي المرحلة الجاية. أنا جدا متفائلة رغم أنه واقعية في نظرتي للوضع اليوم. لا أعتقد أنه الأنظمة والقوانين يعني ما بتتطور، بتتطور، ولكن يجب أن نخلق هذا الشخص اللي ممكن يطوعها. نعم، شكرا. طبعا أعتقد أخذنا أكثر من وقتنا، ضغطنا على الأخوان وأخذنا منهم دقائق الحديث ذو شجون. طبعا ما هي جلسة بهالوقت القصير هذا نقدر نخلص فيها مواضيع، ولا الموضوع مهم جدا، لكن خلال اليومين القادمة أنا متأكد بيتطرق إلى مواضيع كثيرة في هذا الخصوص، وإن شاء الله في حلقات أو جلسات أخرى. في نفس الوقت نشكر لكم حسن الاستماع والأسئلة، وأيضا نشكر الدكتور نبيل عبد القادر كوشك، سيدة سفانة دحلان، الأستاذ أسامة أحمد جان، والأستاذ جمال عقاد. شكرا جزيلا على إثراء المجلس. شكرا جزيلا.